والاستعدادات جارية، مسافتنا مسافة 2 كيلومترات وإلى معلق الميدان. وعليه نتوكل وبه دوما نطلب التوفيق والنجاح والسداد، فسلامنا من الله عليكم ورحمته وبركاته من هنا من أرضية ميدان الفليج لسباقات الهجن العربية الأصيلة في ختام الختاميات ضمن تنافسات وتحديات كأس حضرة صاحب الجلالة المعظم حفظه الله ورعاه. أول الأشواط الرئيسية ينطلق لفئة العرض الطويل، وهناك سيارة غالية بالانتظار من سعيد الحظ مباشرة عند الصدارة ومقدمة الشوط، لو تابع أفعال محمد بن سعيد اليرادي من يقدم أفعال على المركز الأول. المركز الثاني الوصول من الظبي، وصل الجهوري من يقدم الظبي، وليد بن محمد بن عيسى الجهوري من يقدم الظبي. الدور دور المركز الثالث، وصلت مزون يا خاطفة للعيون، هناك بقيادة وليد بن هاشل بن سرور الجهوري قادم ليقدم هذا الاسم ومرشح لهذا الشوط، ولكن سمحة من الجانب الآخر، وصل الحجري من يقدم سمحة، هناك ناصر بن عبد الله بن ناصر الحجري من يقدم سمحة، ولكن شوف اللي قادم، وصل العويسي، وصلت الشاهينية، وصل عامر بن سعيد بن حزيمي العويسي من يقدم الشاهينية على المركز الثاني. السيارة يا اخواني، السيارة يا اخواني، والموروث الاصيل الشعبي هنا بتحديات الركب البشري، هذه النوعيات الجميلة والفاخرة بتحديات ميدان الفليج. عودتنا الى الصدارة، عودتنا الى مزون وليد بن هاشل بن سرور الجهوري، ولكن شوف الشاهينية من الجانب الاخر تغادر لحتى هذه اللحظة. السيارة مع الشاهينية، عامر بن سعيد بن حزيمي العويسي مع ال500 متر. حرك روح، حرك روح، جولة التكتيكات النهائية. ياهو شوط، ياهو شوط، السيارة لمن؟ بقيادة الشاهينية، بقيادة الشاهينية، عامر بن سعيد بن حزيمي العويسي. ما شاء الله تبارك الرحمن على النوعيات الجميلة والفاخرة والموروث الشعبي بتحديات ميدان الفليج. هنا الإثارة، هنا المتعة، هنا التحدي، هنا التحدي مع الشاهينية. عامر بن سعيد بن حزيمي العويسي يعلن أنه بطل هذا الشوط، بطل هذا التحدي. إذا التهانينا والناموس من هذه اللحظة نزفها لراعي الشاهينية عامر بن سعيد بن حزيمي العويسي. خط النهاية وقف حبه واحتراما لراعي الشاهينية. المركز الثاني الوصول والتحدي، هناك أيضا يأتينا شعار الجهوري. والمركز الثالث هناك تأتينا مزون وليد بن هاشل بن سرور الجهوري. إذا التانينا هو الناموس لراعي الشاهينية عامر بن سعيد بن حزيمي العويسي على هذا الفوز والانتصار. إذا السيارة تغادر مع الشاهينية عامر بن سعيد بن حزيمي العويسي. إذا التانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين. شكرا لأيضا من وافانا بانطلاقة شوط الإثارة الزميل فهد. الخميسي شاهدنا انطلاقة سيارة رصدت لهذا الشوط الذي يحمل عراقة الماضي ورقي المستقبل والحاضر. وهنا لحظة الإعادة والتوقيت الزمني، ساعة وصول الشاهينية إلى خط النهاية معلنة الفوز والانتصار لمالكها عامر بن سعيد بن حزيمي العويسي، حيث قطعت المسافة في زمن وقدرة. هنا ساعة وصولها إلى خط النهاية 3 دقائق 12 ثانية 74 جزء من الثانية. شاهدنا السيارة التي غادرت إلى جعلان. تهانينا والناموس لمالك الشاهينية عامر بن سعيد بن حزيمي العويسي. بينما المركز الثاني، وشاهدنا أيضا ثاني المراكز كان من نصيب
خريبيش الوليد بن عيسى القهوري، حيث قطعت المسافة في زمن وقدرة 3 دقائق 15 ثانية 92 جزء من الثانية. تهانينا لهو الناموس المركز الثالث، وصلت المزن ووليد بن هاشل بن سرور القهوري قاطعة المسافة في زمن وقدرة 3 دقائق 17 ثانية و4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين في أول أشواط هذا الصباح، أشواط الإثارة والسيارة التي غادرت.